المغرب يجري مباريات ديالو فوق ملعب سان بيدرو والجزائر ممنوعة. السلام عليكم، واش فرصكم من خالي بنت خالي؟ بدأ النواح وبدأ البكاء في حاضرة والزريبة الهكاوية قبل بداية كان ألف. نحن على موعد مع البداية ديال هذا الكان. المغرب يجري مباريات ديالو فوق ملعب سان بيدرو والجزائر ممنوعة، لكن كثر البكاء وكثر النواح. كان عرفوا حتى أن المباريات ديال المنتخب المغربي غير مؤثرة بالنسبة للجزائر، خصوصا في الدور الأول. تكتشفون معنا هذه الأمور ومجموعة من الأمور وبكاء الكبرنة ونظامها وذبابها. الهكاويين دولية عشرة بعقل واحد. لا تذهب بعيدا، هشام خضري قناتي إعجاب ومتابعة الحساب مغرب أولا، ولا غالبي لله وعشى المغرب ولا عشى الخانة. يعلم الله كم أحبك يا وطني، ويعلم الله كم أدافع عنك يا هذا الوطن. قبل بداية أحداث الكان 2024 والعالم كله وعيونه على مباريات الكان اللي كتشارك فيها 24 منتخب، طبعا إلى جانب المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري. المنتخب المغربي عنده واحد المباراة غادي يجريها على ملعب لوران باكو بمدينة سان بيدرو. مباراة غادي تجري فوق الملعب اللي غادي يلعب فوق المنتخب المغربي المباريات ديال البطولة. هذا الشيء ما عجبش الجزائر، ما عجبش إعلام الجزائر. بدأوا هرطقاتهم، بدأوا يهاجمون فوز القجع ويهاجمون المنتخب الوطني، يهاجمون كلها مغربي. بدأت واحد الحملة ويكتبون فضيحة مدوية، كيف للكاف أن تسمح للمنتخب المغربي بإجراء مباراة فوق ملعب سان بيدرو، كيف ذلك وكذا، يوم الخميس 11 يناير من الشهر الحالي. يثعبهم ويحزنهم كلما حقق المغرب شيء لم تحققه أو لم يحققه المنتخب الجزائري. إذا المغرب من حقه يلعب فوق الملاعب ديال الكان. المغرب كأي منتخب إفريقي من حقه يلقى مباراة، فالكاف تسمح له بإجراء مباريات فوق الملاعب المخصصة للكان. هذا الشيء في القانون ديال الكاف. في عواد ما يبقى النباح ديال بني كرغول، يبقى النباح ديال عشرة بعقل، ويبقى النباح ديال النظام وذباب الكبرانة ديال الجزائر، فكان بأولى لهم أن يبحثون لهم عن مباراة ضد أي منتخب إفريقي أو منتخب أوروبي أو منتخب آسيوي أو منتخب أو منتخب، ويلعبوا معاه واحد مباراة ودية هم كذلك فوق ملاعب الكان. فذلك لن يضر لا الكاف ولن يضر الكوت ديفوار ولن يضر الفرق المشاركة. لكن العجيب في الأمر، لماذا هذا النباح؟ ولاش كترتوا من البكاء والشكاء؟ ولاش كترتوا من العويل كالعيالات؟ منتخب مشى يجري مباراة يوم الخميس 11 يناير من الشهر الحالي. هذه المقابلة غتكون ما بين المنتخب الوطني، هي مقابلة إعدادية بالنسبة للمنتخب الوطني ضد منتخب سيراليون. وخا أنا ضد هذه المباراة اللي غادي يجري المنتخب الوطني أو أي مباراة إعدادية في هذه الوقت. هذه محتاجين إحنا اللعابة يكونوا موجودين، مش يكون استعداد يكون استعداد بدني واستعداد نفسي من أجل تأهيل المنتخب لإجراء المباريات. وما لنا، ما عندنا ما نديرو بشي مباراة إعدادية، لأنك تخاف من الإصابات لا قدر الله، وكتخاف توقع لك شي حاجة في اللاعبين، وكتخاف هي حبادة. ولو كان يجري المنتخب الوطني المباراة مثلا بالمنتخب الثاني أو اللاعبين اللي ما غاديش ممكن نشاركوا بهم المباراة الأولى، ونجربوا اللاعبين اللي عندنا البلايس وعندنا إصابات فيهم واللي ما غيكونش من المحتمل التواجد ديالهم خلال المباراة الأولى والمباراة الثانية على ما أظن، وحتى المباراة الثالثة. لكن ماشي الموضوع ديالنا هذا، موضوع ديالنا عويل وبكاء ونباح بني كرغول. هناك في الحاضرة، حاضرة فرنسا المقاطعة الرابعة، فاش نقول لك؟ اتهام إعلام ديالهم، جماهير ديالهم، مسؤولين ديالهم بدأوا فيه مهاجمة القجع، وخصوصا ما يهم هو مهاجمة فوز القجع على رأس القائمة. كيجي من بعد منه تشويش على المنتخب الوطني، فتيحاولوا يشوشوا على المنتخب الوطني، لكن ما يهمنا صداع كما يقول، فاحنا ما يهمنا الصداع ديالهم، خليهم يعولوا، احنا غنجاوبهم وحنا معاكم وحنا لكم بالمرصاد. ويبقى المغرب اولا ولا غالب الله، وعشى المغرب ولا عشى من خني. يعلم الله كم احبك يا وطني، ويعلم الله كم احب كل ما هو مغربي. بركة الله
وصل المنتخب الوطني وبدات الاستعداد ديالو. غندير لكم فيديو كذلك على الاستعداد ديال المنتخب الوطني والاجواء في اليوم الاول من وصول المنتخب الوطني والاجواء. كاين فيديو كذلك حصري على وصول المنتخب الوطني في القائمه، ولكن الفيديو القادم باذن الله غادي يكون الاجواء، وغادي نحاول نعيشوا معكم الاجواء اللي استقيناها لكم من هناك من الكوت ديفوار من عين المكان. نتمنى الخير، نتمنى الفوز للمنتخب الوطني، نتمنى ان تكون الاميره الافريقيه من نصيب المنتخب الوطني، ماشي داك العكس اللي كاين ديال المنتخب الوطني، ويكون عندنا واحد الحظ في الكره بجنبنا ويكون المنتخب الوطني من المنتخبات المرشحه. وصلت هنا خليتكم على خير، انت كحزيل هيه.